ما في باحثين سوريين أو تركمان سوريين قاموا بإحصاء أو قاموا ببحث تاريخي عن أعدادهم. يعني لما تنظر إلى في مثلا عدة قرى أنا أعرفها يقول نحن مثلا في عرب، في شركس، في أكراد، وفي تركمان، كلهم يتكلمون اللغة التركية لأن كانت غالبية أتراك. فكيف تستطيع أن تحصي عدد الأشخاص تركمان ولا عرب ولا أكراد ولا شركس؟ لكن كانوا يعيشون ضمن مجتمع واحد، متجانسين، متفاهمين، يتزاوجون، يتصاهرون بكل شيء.